الله بالخير لكل من يتابع شرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. كالمعتاد البداية ستكون مع ياسمين ومجموعة من العناوين. مرحبا ياسمين. مرحبا أزل، أسعد الله مساكم ومشاهدينا بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. هذا يوم جديد من أيامنا، أيام أهل المدينة. خليكم ويانا، خلي نشوف شلون هالمدينة وش أخبار أهلها، ونبلش بأول عناويننا. الكوليرا على أبواب التفشي في العراق. والناصرية الأشد حرارة في العالم. وأزمة الوقود تتفاقم في العراق. الله بالخير مرة أخرى. الله بالخير يا سمين. الله بالخير. اليوم المواضيع كثيرة والمواضيع مؤذية حقيقة. يعني راح نبدي من موضوع ما أعرف، يعني هم يعني يمكن صار ثلاث حلقات أقول هي حيرة من أين نبدأ. نبدأ من الحار، من باكر عواصف ترابية، نبدي من كوليرا، نبدي من كورونا، نبدي من الحمى النزفية، نبدي من المواضيع البقية اللي تخص المدينة وأهلها. خلينا نبدي إحنا من كوليرا، لأنه الموضوع صار مقلق، بحيث أن الصحة العالمية أيضا دخلت ويانا على الخط وقالت إحنا قلقين. أزا ما أريد أقول تفشي، لكن إحنا على أبواب تفشي كوليرا. كان في البداية السليمانية هي بؤرة المرض، بدخول أكثر من 4000 حالة إلى المستشفى، تأكيد 10 حالات أو مؤكدة مثل ما قالت صحة السليمانية. وهناك عشرات الحالات حاليا تخضع إلى العلاج، لكن هي تعامل معاملة الكوليرا. أمس إحنا كان عندنا متابعة مع وزارة الصحة التي أرسلت وفدا إلى السليمانية لتحري الموقف. اليوم الغريب بالموضوع، إحنا كنا نعرف أن الكوليرا بسبب تلوث المياه، اليوم مياه السليمانية أكدت في تصريح، قالت إحنا فحصنا جميع المياه في السليمانية وأكدنا أو توصلنا إلى أن المياه، مياه السليمانية نظيفة وليست هي السبب في تفشي الكوليرا. هذا الموضوع يخلينا ندخل في قلق جديد، انه ما نعرف شنو الاسباب. شنو الاسباب لعد؟ ما نعرف لحد الان، احنا يعني نريد نعرف الاسباب. اربيل دخلت ايضا على الخط، طبعا في كركوك عندنا حالتين مؤكده في السماوه، وهذه هي الطفره. واعتقد يعني احنا المفروض يكون هناك تحري، انه اللي بالسماوه هل كانوا في السليمانيه مثلا، تعرفون هسه وقت السياحه، عندهم اصابتين مؤكده. اربيل البارحه ايضا يعني انضمت الى ضمن المحافظات التي بها اعلنت 4 إصابات مؤكده مع وجود 5 حالات مشتبه بها. هذا الموضوع ارجع واقول خطر للغايه، لانه من الممكن ان يكون هناك فعلا تفشي لوباء الكوليرا بشكل سريع، حتى اسرع من كورونا. كورونا كانت حالات بالبدايه حاله حالتين الى ان بدت بس، لكن كوليرا انتشارها مخيف وهو اخطر، انا اقول لكم حتى من كورونا، لانه موضوع مياه. هذا احنا اللي نعرفه، ونرجع ونقول انه هناك لازم يكون هناك تحريات وتدقيقات على كل المياه، على موضوع نرجع هو يعني المياه التي يسقى بها حتى الخضروات والفواكه والطبخ، مياه الاساله. اليوم صحه النجف طالبت من جميع المطاعم واصدرت ما نقول قرار، وانما الزمت جميع المطاعم بعدم تقديم الخضروات او اي مقبلات تحتوي على الخضروات في المطاعم لكي تتفادى انتشار او وصول كوليرا لها. كثير من القضايا، من ضمنها صحه كردستان خصصت 800 مليون دينار لمواجهه مرض او وباء الكوليرا. وانا من اقول وباء لانه طالما عندنا اكثر من 10 حالات، اذا احنا ندخل عتبه انه هو قد يكون وباء. لنعرف تفاصيل اكثر ينضم معنا كما انضم يوم امس لاهميه القضيه دكتور سيف البدر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. أهلا بك دكتور سيف، نشكر انضمامك. والموضوع صار مخيف، يعني بحيث أنه إحنا حتى يعني سرق الأنظار من كورونا، رغم أنه اليوم كورونا أيضا سجلت رقم مخيف. يعني إحنا البارحة كنا 305، اليوم أصبحنا 515، طفرة أنه أكثر من 200 حالة خلال يوم واحد.
في حين أنه إحنا كنا نسجل عشرات قبل فترة بسيطة. أهلا بك مرة أخرى في أهل المدينة. نبدي من كوليرا. البارحة إحنا حكينا أنه إحنا في وضع يعني نقول شبه خطر. اليوم شنو المستجد على الساحة؟ سليمانية، أربيل، كركوك، السماوة، هل من جديد؟ وما الذي يجب أن نفعله هسه حاليا كمواطنين في منازلنا؟ شكرا جزيلا، تحية لكم المشاهدين وأشكر اهتمامكم جات والمتواصل. دعوني أبدأ بالحمى النسفية، لازم ما ننساها أكيد، أيضا رقم غير مسبوق آخر تحديث، وهذا أيضا راح يعتبر سبق لبرنامجكم لأن وصلتني قبل قليل الإحصائية الرسمية عن مستجدات الحمى النسفية، مع الأسف حالة وفاة جديدة أيضا في ذي قار. عجيب. شديد الأسف، ترتفع حالات الوفاة إلى 34 و200 إصابة. 200 إصابة مؤكدة منذ بداية العام 2022. طفرة طفرة دكتور سيف، هذا يعني الرقم 34 حالة وفاة. نعم كثيرة، يعني احنا البارحة كنا ايش قد 170؟ لا البارحة 195. لحد يعني انت من طلعت ويانا على الجو كان 195؟ نعم. بس طفرة ايضا يعني مو هينة، يعني كانت 33 حالة وفاة و195، الان زادت عندنا حالة وفاة وخمس خلال نفس الوقت 24 ساعة. نعم يعني نصف الحالات تقريبا او اكثر من نصفها تماثل للشفاء، يعني اكثر من 100، هذا من ناحية امر جيد، والباقين يعني مع الاسف توفوا 34، الباقين مختلفة شدة اصابتهم يتلقون العلاج داخل المحاجر الخاصة بالحالات الوبائية. فأتمنى ما ننسى خطورة الحمى النسفية، أيضا هو تحدي، ومع الأسف بكل صراحة ولا يزعلون مني الأخوان نؤشر يعني عدم الجدية المطلوبة في مواجهة موضوع الذبح العشوائي. وكما تفضلتم يوم أمس، نحن مقبلون على موسم عيد الأضحى، موضوع الذبائح والمواشي والمتاجرة بها ونقلها بين الحيوانات، فلا بد ان تكون هناك دكتور اجراءات. طيب دكتور سيف، ليش الحد الان يعني اسمح لي، ليش الحد الان ما شكلتوا لجنه مثل ما حدث في كورونا؟ انا ما اعرف منه المسؤول عن تشكيل مثل هكذا لجنه موحده بين الجهات المعنيه جميعا لتفادي انتشار الاوبئه، يعني مو بس الحمى النسفيه وانما هذه اللجان موجوده سلفا للامراض المشتركه وللاسهال الوبائي للكوليرا، وكلها مرتبطه في الوقت الحالي. طبعا نفس اللجنه العليا للصحه والسلامه الوطنيه هي غير مختصه فقط بكورونا، واللي متابع قبل اسبوع كانت تعليمات مهمه جدا صدرت عن مجلس الوزراء بعد الاجتماع الاخير للجنة. لكن يبقى دائما التساؤل حول التطبيق والجديه في المتابعه. بكل صراحه يعني انا مو ادافع عن وزارتي مؤسستي، لكن بكل صراحة ونحن في بث مباشر، احنا مسؤوليتنا اكتشاف الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة طبعا الممكنة، وطبعا تثقيف التوعية الصحية. اعتقد وادعي ان وزارة الصحة المؤسسة التي امثلها ما قصرنا من هذه الناحية سواء كان في الحمى النسفية. اكيد ونحن نشهد بذلك، عندنا الخطاب ونحن اللي نبهنا الى انه وجود هيك مشكلة في الوقت اللي مع الاسف يعني كان هناك اصوات اخرى يعني قللت من اهميه الموضوع. نفس الشيء بالنسبه لكورونا. انت تطرقت الى كورونا وحاليا يعد بيان مهم، ايضا معلومه لبرنامجكم. اعتقد اليوم راح يعمم بيان حول الزياده الواضحه. نعم دخلنا، واضح جدا اننا دخلنا بموجه وبائيه جديده، هذا اللي حذرنا منه. اللي يرجع لكل المشاركات الاعلاميه مسؤولي وزارة الصحة، كل مرة ولا مرة ما أكدنا على يا ناس يا أخوان صحيح إحنا أكو انخفاض واضح ويعني خطورة خصوصا بعد سلالة أوميكرون، لكن يا أخوان احتمال موجة وبائية جديدة ممكن، احتمال سلالة جديدة ممكن، يا أخوان لقحوا لقحوا. الأعداد حقيقة متواضعة 6000 و7000 في حين إحنا ملايين الجرع جبناها، وكنا نأمل أنه كل عراقي عمره أكثر من 18 سنة وحتى اللي عمره أكثر من 12 سنة إحنا سمحنا له بالتطعيم. طيب. لا على دكتور سيف، دكتور سيف أنا أقدر يعني إحنا حكينا بالحمى النسفية، حكينا بكورونا. الحمى النسفية حاليا إحنا نسجل 200 حالة لحد اليوم، عندنا إصابة أو وفاة جديدة، حالة وفاة جديدة 34 حالة وفاة. من البارحة لليوم خمس إصابات جديدة وهذا مؤشر مخيف. يعني أنا خلينا أتسلسل لأن عندي كثير من القضايا. الثاني موضوع هو موضوع كورونا. إحنا نرجع ونقول إنه إحنا عندنا حاليا من الممكن أن نكون دخلنا إلى موجة جديدة، سجلنا ارتفاع كبير أو ملحوظ 200 حالة أو أكثر من 200 حالة خلال 24 ساعة.
بس ممكن نرجع على كوليرا، لانه احنا يعني موضوع كوليرا مخيف للغايه، اخطر من عدهم كلهم، يعني الحمى النسفيه ممكن تفاديها من خلال امتناعنا عن اكل اللحم او على الاقل يعني الشراء من اماكن. لا لا لا، اذا تسمحي لي، اذا تسمحي لي، اكل اللحم مو هو الاكثر شيوعا لانتقال المرض. انتقل سك المربي، الحمى النسفيه انتقال، هاي وهاي مهمه. احنا اللحم إذا طبخناه بالحرارة، طبعا الثقافة العراقية من ناحية اللحوم دائما نستخدم حرارة عالية. اليوم أنا كنت أتكلم مع أحد الأخوة من لبنان، عندهم إحدى الأكلات يكون بها اللحم ني، صح، كبة نية أو هيك، صحيح صحيح. أنا صراحة ما ماكلها، بس يعني سامع أنه أكو هيك شيء، صح. إحنا من حسن الحظ أنه إحنا بشكل عام أعتقد، يعني نحن ما أعرف يعني بالمطابخ العراقية، لكن بشكل عام نحن دائما يكون الطبخ يعني بالحرارة بالوقت الكافي. إذا كان هناك يعني الخزن بالتجميد بالنسبة للحوم والطبخ بالحرارة لوقت كافي، فاحتمالية انتقال إحنا خوفنا من موضوع يعني دكتور سيف، حتى لا نأخذ من وقت الكوليرا. بس إذا تسمحي لي هاي نقطة مهمة. تمام. السبب الرئيسي لانتقال الحمى النسفية هو التماس المباشر مع الحيوان المصاب أو حشرة القراد. إذن مكافحة، هو صحيح الحمى النسفية أخطر مرض من ذني، لأن احتمالية الوفاة تبدأ من 40% وتصل إلى 100%. لكن احتوائه، أنا أعتقد رأيي أنه أسهل من ناحية أنه كل الأشخاص المصابين أو الغالبية العظمى من المصابين بالحمى النسفية هم لو مربي ماشية، يعني شغلته بالحيوانات أو القصاب ينقل الماشية تاج، أو القصابين هذول اللي تماس عندهم مباشر. إذا ممكن أن يكون هناك سهولة إذا استهدفنا هذه الفئات. إذا ظهرت عليكم الأعراض يا أخوان، راجع المؤسسة الصحية أو أحد زملائك، أحد أقربائك، واحد وياك بالبيت. تمام دكتور. إذا نعرج على موضوع الكوليرا، ما يزال الفريق العالي المستوى من الوزارة موجودة لحد هذه اللحظة، وأنا أيضا كنت في تواصل مع السيدة مديرة مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية دكتورة سنان والفريق المرافق معها. طيب. أيضا عينات جديدة أرسلت إلى العاصمة بغداد، ما تزال الإحصائية الرسمية لحد الآن هي نفس الإحصائية اللي أعلناها يوم أمس، لكن أنا شخصيا أرجح أن تكون هناك اكتشاف لحالات أخرى، هذا أمر يعني طبيعي ومتوقع ما دام اكتشفنا بؤرة معينة، إذن احتمال انتقال عدوى وارد. ايضا هناك احتمال انه اكو اشخاص ما راجعوا اعراضهم بسيطه او ما انتبهوا، وهسه من وصلهم الصوت وصلهم التثقيف والتوعيه ربما سيتوجهون للمؤسسات الصحيه. اذا نتوقع ونفترض ويجب ان نعمل على احتمال ان هذا المرض سينتشر اكثر. لكن ايضا مره اخرى الكوليرا بعد التقدم الكبير في الطب ايضا علاجه سهل نسبيا اذا كان هناك تشخيص مبكر، يعني ما وصل المريض إلى حالة الجفاف. بالذات يا أخوان الأطفال وكبار السن، أحيانا كثيرة الكوليرا علاجها فقط بالسوائل، يعني سوائل البيت العصير الطبيعي أو حتى الماء، أو نصل إلى المحلول الأوراء الفموي معروف الORS هذا الموجود بالصيدليات، أو حتى يمكن تحضيره بالمنازل. أكثر الحالات فقط هذا بس. وين؟ طيب دكتور سيف اسمح لي، اليوم أكو تضارب بالتصريحات ما بين صحة كردستان وما بين مديرية مياه كردستان. مياه كردستان تؤكد أنه المياه نظيفة ومو هي السبب، صحة كردستان تقول لا المياه السبب. حسب الوفد اللي رايح، هل الماء هو السبب؟ هل هناك سبب ممكن يكون هو بعيد عن المياه؟ نعم، حاليا تجمع عينات من المياه. طيب. من مياه الإسالة طبعا ومياه الصرف الصحي ومن المرضى. طبعا أكو شيء إحنا عندنا بعلم الوبائيات يسموه التحري الوبائي، يعني يشبه التحقيق بالجرائم مثلا عند الشرطة، لكن أكيد. إحنا المرض نتابعه أكيد. ونضع خريطة للانتشار، سيكون هناك تقرير طبعا من خبراء من وزارة الصحة ومن منظمة الصحة العالمية. نتمنى الاستعجال بالموضوع دكتور سيف، لأن الموضوع مقلق. سوف يكون تتبع للحالات، لكن بالمنطق هي الإصابة تأتي من الشراب أو الطعام الملوث، يا أما يكون من مياه الإسالة أو يكون من مطعم. برأيي الشخصي إذا تذكرون حادثة الخازر، عندما يكون مثلا من الطعام الملوث عادة تكون الحالة محدودة لمجموعة معينة تناولوا طعام معين في رقعة جغرافية معينة، عندما تكون حالة منتشرة على مستوى مدينة أو محافظة أو بلاد، لا أعتقد المشكلة أكبر. أنا لا أستبق الأحداث، أنا بهذا الموضوع جدا دقيق، ننتظر التقرير الرسمي من الخبراء يعني خلال ربما الساعات القليلة ربما الأيام القليلة المقبلة، وأيضا الكثير من العينات تفحص في المختبرات المناطقية يعني الفرعية في كردستان أو في أي محافظة أخرى طبعا ليس فقط في كردستان، وترسل
أنا أتمنى الاستعجال دكتور مختبر سيف، صحة لأن عامة الموضوع، المركزي في بغداد. نعم الموضوع نعم، مقلق وإذا للغاية. تسمحي لي أن نعم بعد مشكلة، بما بعد أنه هي أكو بعد مشكلة لا ننساها أرجوكم، وهي موضوع داء الكلب أها أو داء الكلب كما هو معروف في متعارف. البيئة العراقية، أيضا نعم هذا المرض موجود. أرجوكم إذا كان الكلب عفوا مسعور، يعني الكلب مصاب بهذا المرض، فهو بالعادة راح يموت خلال 10 أيام. فإذا تعرض أي طفل أي شخص لعضة كلب، وكان الكلب يعني خلينا نقول غير معروف أو 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 يعني يعني شلون أعبر عنها، يعني أحيانا يكون الكلب معروف إلمن هذا مكانه وين، والله هذا دكتور راح يكون سيف، احنا أشد 3/4 التدفق. الكلاب هنا غير معروفة، كلاب إذا السائبة منتشرة، وانا اقول لك اياها ممكن. أرد أوصل لهذه النقطة، إذا لنفترض أنه أي عضة كلب تحتاج مراجعة للمؤسسة، لأن البعض يقول أنه هذا الكلب ما مصاب أو مصاب، أنت ليش تخاطر بحياة ابنك أو حياة شخص عزيز عليك؟ المشكلة في داء الكلب، حتى الناس لا تلومنا، لأن صارت قضية هنا صح توجهت دكتور لاتحاد سيف، وزارة اعتقد انتم الصحة. جبتوا العلاج الخاص بي، لانه صارت قبل فتره مشكله لانه لم يتلقى العلاج احد الاطفال وتوفى نتيجه عدم توفره. حاليا وزاره الصحه قبل فتره يعني قليله جابت ومتوفر في المستشفيات العراقيه. احنا انا وعدك انه يكون عندنا تقريبا يوميه اتصال سواء معك او مع اي شخص من وزاره الصحه لمتابعه هذه الحالات. الله يساعدكم. انا البارحه حكيتها، وزاره الصحه منين تتلقاها؟ كورونا من جهه، كوليرا، داء الكلب، الحمى النسفيه، بالاضافه الى الامراض الاخرى، واحنا نعرف انه مع ارتفاع درجات الحراره احنا تجي تكون عندنا هناك ايضا امراض جديده. الله يساعد وزاره الصحه. نشكرك دكتور سيف البدر المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه، يمكن انطيناه مسافه اكبر هذا الموضوع لاهميته، واتمنى من الناس قدر المستطاع انه تبتعد عن مسببات هذه الامراض الجايه نحكي عنها كلها، على راسها الكوليرا. حاولوا تعقمون المياه قدر الامكان، ترى حبوب التعقيم رخيصه، واتمنى يتم توزيعها، واعتقد يتم توزيعها حاليا في المراكز الصحيه. الاعتناء بغسل الخضروات والفواكه، اللي ما عنده يشتري تعقيم بخل ابيض، بملح، باي معقمات من الممكن انه هو يعقم الخضروات والفواكه قبل اكلها، عدم شراء الاكل من المطاعم اللي هي مكشوفه، وعدم الخضروات ابتعدوا عنها من المطاعم تماما حتى نقلل الخسائر الممكنه. واي واحد يشعر باسهال تقيؤ مباشره الى اقرب مركز صحه او مستشفى لتلقي العلاج والسلامه للجميع. وكذا احنا نبقى متابعين هذا الموضوع الخطير للغايه. طيب ان شاء الله الصحه للجميع، وعلى الاقل هذه الفتره الكثير تشوفي من الناس يطلبون ديليفري ويروحوا المطاعم حتى انه ياكلون، والواقع الصحي ابد مو زين. نتمنى انه يبتعدون على الاقل انه بالبيت اكثر نظافه، وانت تعرف انه شنو اللي قدامك، شلون انت تغسل الخضروات زين على ايدك، والمي انه يكون صالح للشرب. هذه كلها اجراءات لازم المواطن يلتزم بها لحد على الاقل بفتره، وان شاء الله الصحه للجميع. نروح لدرجات الحراره، اليوم يسجل العراق اعلى درجات الحراره وخصوصا في محافظه الناصريه، والخبر المؤسف انه راح تبقى درجات الحراره ترتفع لغايه يوم الثلاثاء، وبعدها تبلش بالانخفاض بشكل نسبي. طبعا حتى نعرف اخبار الجو وارتفاع درجات الحراره، ويانا اليوم اتصال مع المتنبئ الجوي صادق عطيه، اللي راح يحكي لنا عن الفتره هذه وشلون راح ترتفع درجات الحراره، وهل من الممكن انخفاضها بالايام المقبله. مساء الخير سيد عطيه. سيد صادق قطع الاتصال، راح نحاول الاتصال به. البارحة كان منطقة عين التمر في كربلاء تسجل أعلى درجة حرارة في العالم. تخيلوا احنا بس بهاي، يعني ما شاء الله ناخذ المراكز الأولى بالأشياء اللي هي مهلكة ومتعبة. البارحة سجلت درجة حرارة 51 درجة مئوية. احنا هذا احنا نعرف ان الصيف اللهب، لكن شنو يزيد من درجة الحرارة؟ ما احنا جفاف، احنا ما نزرع، احنا نقطع، صحراء صارت عندنا كثيره، احنا الاراضي الزراعيه سواء حولناها الى سكنيه، احنا الحدائق اللي مقابل بيوتنا كانت احنا حولناها الى مشتمل صغير او مخزن وهكذا، او محلات تجاريه، كل هذه عوامل ساعدت على انه ترتفع درجات الحراره. يمكن سيد صادق رجع ويانا؟ رجع ويانا، اي نعم. حياك الله سيد صادق، اهلا بك في اهل المدينه، نشكر انضمامك. انت صفحتك على مواقع التواصل الاجتماعي خاصه الفيسبوك حافل الناس بحيث تنتظرك يوميا تبشرنا بدرجات الحراره والعواصف، والناس حتى اذا غبت عنها لساعات ترجع تسالك، وانا متاكده هناك ضغط عليك كبير حتى تعرف منك اخبار الجو، اللي عنده سفره، اللي عنده طلع، اللي عنده عمليه، اللي عنده مشوار،
الكل يعني بالضبط. ياسمين بلشي مع سيد صادق حتى نعرف احنا اخبار الجو. بداية نريد نعرف الأيام المقبلة وهذه الأيام الحرارة ليش هيك مرتفعة؟ وهل ممكن إنه الأيام المقبلة يكون بها انخفاض، خصوصا إنه احنا نعرف بالأيام المقبلة اكو عاصفة ترابية، وهذا الشيء اللي يخلي العراقيين اكثر يحسون باليأس والجزع، إنه منا حرارة ومنا أتربة، فالله يعيننا. قل لنا على الجو شيء مختصر. عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لكم وتحياتي لكافة مشاهدي قناة الشرقية، وشكرا جزيلا لست أزل. هذا أكيد واجبنا، ورغم فعلا هو أجواء العراق ومناخات العراق عادة تكون متعددة، يعني ما بين مناخ الشمال والوسط والجنوب، يعني حتى أنه كل مدينة لها مناخ وطابع مناخي خاص بها. لكن على العموم خلال فصل الصيف بالتأكيد يعني أجواء عموم مدن البلاد تكون تقريبا حارة إلى شديدة الحرارة، وهذا بالتأكيد جزء من مناخنا اللي هو أصبح تحول خصوصا مناطق الوسط والجنوب من مناخ شبه صحراوي إلى مناخ صحراوي بسبب ما ذكرتيه من قلة المساحات الزراعية وشحة طول الأمطار وزيادة مساحات التصحر، وربما القادم للأسف نقول أسوأ لأنه ما نشوف هناك معالجات حقيقية على الأرض، وكل ما يدار حاليا أو كل ما يقال هو مجرد مؤتمرات ومجرد خطط بدون التنفيذ. الأجواء صوتي واضح أعتقد؟ أي نعم. الأجواء يعني مثل ما لاحظنا شديدة الحرارة خلال اليومين أو الثلاث أيام اللي فاتت، اليوم وأمس مدن جنوب البلاد والوسط صدرت الترتيب العالمي بأعلى درجات حرارة مسجلة خلال ساعات النهار. البصرة اليوم سجلت عندنا 52 درجة مئوية، كانت الأجواء لاهبة مع كهرباء متقطعة ومتذبذبة. ميسان وذي قار أيضا سجلت 51، باقي مدن الجنوب والقرات الأوسط والوسطى ما بين 49 و50، العاصمة بغداد 50 سجلت. إن شاء الله يوم غد الثلاثاء تبدي درجات الحرارة تنخفض بفارق، يعني ما نقول كبير وإنما بفارق درجات محدودة. العاصمة بغداد مثلا يوم غد سجلت 43 في الوقت اللي سجلت اليوم 49، البصرة 48 اليوم سجلت 52 مثل ما ذكرنا، أربيل مثلا سجل 40 مئوية اليوم سجلت 43. أيضا يوم الأربعاء نبشر المواطن الكريم أنه لدينا انخفاض واضح بدرجات الحرارة، يعني مدن الشمال والوسط إن شاء الله راح تعيش تقريبا نقول نرجع للأيام الاعتدال ولو هي أيام قصيرة، ولكن خلينا نقول نشتم شوية نسمات باردة خلال الليل. بغداد راح تسجل يوم الأربعاء حسب التوقعات نهارا 37، أربيل 34. نعم يا يوم يا يوم فرصة. يا يوم خلينا نستعد إليه الأربعاء، لكن يوم الأربعاء راح نعيش احنا الربيع بالنسبة للأيام هاي، يعني ربما تكون فرحة منقوصة. أنا ما أريد أكدر هاي الفرحة على المواطن لأنه بيها بعد أكو نقاط سلبية من ناحية انخفاض درجات الحرارة. شلون؟ لأنه في الحياة ماكو شيء يجي بسهولة، لازم بيه منغصات، يعني ماكو فرحة تكمل. شلون؟ المهم احكيها سيد صادق، احكيهن بعد، هي ظلت على هاي بس. أربيل مثلا راح تسجل 34، البصرة ولو مدن الجنوب الانخفاض للأسف ما راح يكون كبير، يعني يكون 47. اوكي هو حتى لو هيك يعني بس بالنسبة يعني احنا مفروض على الأقل شوي نبقى على المنغصات، يعني شنو راح ينغص سفرتنا اللي نريد نطلع؟ هو بالتأكيد يعني احنا لاحظنا بالأيام الربيع كانت موجات الغبار شديدة. هي ما راح تعاد خلال فصل الصيف زين، ولكن اكو موجه غبار، لانه عاده يعني هذا الشيء قاعده عندنا احنا بالانواع الجويه زين. اذا كانت الاجواء حاره او شديده الحراره درجات حراره عاليه، متى ما سمعنا راح يجينا انخفاض درجات الحراره، هذا معناه راح يحدث عندي فوارق حراريه. أي. لما تتقدم عندي كتله بارده او معتدله لاجواء ساخنه زين. فبالتاكيد راح يسبب لي موجات من الغبار. هذا الغبار خلال فصل الصيف ما يكون مثل شدة فصل الربيع، لا لكن أقل سهلة، يعني هاي قصدك تعودنا الغبار، يعني يعني قصدك عاصفة راح تجينا سهلة تعودنا، يعني باكر رقم 11 راح توصل لنا، مو صح؟ العاصفة رقم 11
هو هي ما ظلينا نحسب لانه عاديه صارت، احنا نحسب احنا حاسبينها 11 باكر باكر تبلش يعني ويانا الى ان يوم الخميس، يمكن لحد يوم الخميس هو يوم ان شاء الله تبدي على جنوب تقريبا جنوب غرب المينوى يوم الثلاثاء باكر بالليل، تتقدم الفجر للصباح صباح الاربعاء تمام نحو العاصمه بغداد ومدن بس هي بس يصير عدم لان على مود موضوع السفر يعني هسه بعيدا عن انه احنا جاي نمزح بالموضوع، وانا عارف انه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي صاير فريقين محبي الصيف ومحبي الشتاء وصايره بيناتهم معارك، صايره الموضوع عنصري. على مود موضوع السفر، هل العاصفه ستؤثر على موضوع السفر بالنسبه للجو والبر؟ هو تحذيرنا خلينا نقول يبدي عفوا الاربعاء الفجر تمام لغايه الظهر، يعني من الفجر الى الظهر هاي شويه الفتره، اذا ما نقدر نسافر خلونا ناجل السفر في مناطق الوسط مناطق الوسط للصلاه الوسط، هاي المناطق شويه ربما يكون بها الغبار متوسط الى كثيف يعيق حركه النقل البري، ما بعد الظهيره ان شاء الله تبدي الاجواء تتحسن تدريجيا بعون الله، لكن خلونا نفرح انه يوم ثلاثاء اكو انخفاض طفيف، بالاربعاء انخفاض واضح يعني نشوف الفرق درجات كبيره، وبالخميس ما بعدها يوم الجمعه تبدي درجات الحراره ترتفع. بشكل عام احنا نشهد مع يعني هذه السنه مثل العام، لكن هناك ارتفاع راح يكون ملحوظ في درجات الحراره، كلما كان هناك جفاف وكلما قلت المساحه الخضراء في هذا البلد. واضح يعني جدا، هذا ما تحتاج حتى انه الواحد يكون متابع او يعرف بهذه المعلومات. احنا نشكرك سيد صادق عطيه المنبئ الجوي على هذه المعلومات، ويعني بعد شكلكم هذا واقع حال، الكل يترقب موضوع العاصفه، يمكن ربات البيوت خوفا من العاصفه الترابيه اللي تخاف على اولادها وعلى احد يكون مريض، وبنفس الوقت موضوع التنظيف ايضا يكون مربك، لكن بشكل عام الموضوع خطر بالنسبه للسفر. السفر الجوي يتم تعرفون إلغاءه من قبل سلطات الطيران، لكن يبقى البري هناك الكثير من يجازف. أتمنى أن تكونون على قدر كبير من المسؤولية يا أصحاب السيارات، تخابرون تتصلون واحد يتصل بالثاني، يابا أكو عاصفة ترابية وعدم الرؤية بشكل واضح، لا تسافرون وتجاسفون، هناك تصير حوادث بالعشرات أثناء العواصف الترابية. سلامة للجميع، وإن شاء الله تعدي على خير ويعبر هذا الصيف، احنا لا صيفنا صيف ولا شتاءنا شتاء، اثنيناتهم بهذا البلد غير صالحات انه احنا نعيش بهن، في حين يعني هناك بلدان هي صحراء لكن استطاعت ان تغير جوها واجواءها، كهرباء مستمره، زرعت اكثر، وفرت المياه بشكل طبيعي، في كل مكان هناك تبريد، تكيفت على الوضع، الا هنا في هذا البلد احنا نتراجع، احنا ما بدي اقول للوراء لان الوراء هواية افضل، احنا عندنا في نقطه تحول غريبه عجيبه في هذا البلد. السلام للجميع مره ثانيه، نبقى متابعين هذا الموضوع طبعا اول باول. طيب خلص يعني ما راح نطلع سفره؟ يا سفرة يعني احنا خاف ناس تصدق يعني هو احنا يوميا نرجع ننظف والمشكلة انه خلص احنا يعني فرحنا انه راح تنخفض حتى لو اكو تراب، بس من قال راح ترجع درجات الحرارة ترتفع همين صار عندنا يأس. تعرفين يا سمي اكو منو عندنا احنا طلاب الثالث جاي يمتحنون بالضبط، عندنا 27 يبدون طلاب السادس امتحان 27 في تموز، فالله يساعدهم يعني فعلا الطلاب خاصة هسه وقت مراجعة وقاعد يدرسون، وكهرباء كلش مو زينه، بالاضافه للعواصف الترابيه هذه كلها تاثر على نفسيه الطالب، الله يكون بعونكم انتم واهلكم. نعوف الواقع الصحي ونعوف ايضا التنبؤات الجويه ونروح نشوف هذا هالفتره طبعا منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا المقاطع الفيديو، صراحه هذه المقاطع الفيديو مخجله لمجتمعنا، وهي انه بعض من الاباء البعض انه اثناء جلستهم تناولهم للخمر يخلون أطفالهم قدامهم ويصوروهم وهم يشاركوهم هالجلسة اللي صارت بكثرة وبتفاخر، يعني يتفاخر وقت اللي يصور وينشر. هالظاهرة مرفوضة من قبل مجتمعنا العراقي بشكل عام، ونطلب من الجهات المسؤولة أنه تتدخل وتحاسب كل من ينشر هذه المقاطع ويمارس هالأفعال. خلونا نشوف هذا الفيديو ونرجع وياكم. ما لك علاقة، اقرأ طوفش فيه، ازرع فتوحي انا كبيره والله تجرعه، ما لك علاقه بابوك ولا شراب، ما عليك اتزوع اتزوع. وانت ايش قد شربت قبل شويه؟ قعدوا جابوا جره جات.
الله حي والله العظيم. جره 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 لا تطلع خمارة وحسين ناقص على عرضي. يا ابوي شو المقطع صار له اكثر من 3 ايام اكثر والله من الاسبوع الماضي، لكن احنا نتيجه كثره المواضيع خاصه موضوع كوليرا اجلنا بالقضيه يوميا، يعني احنا ناجل بالموضوع، لكن البارحه وعدتكم لانه صار ضغط كبير على اهل المدينه من قبل الناس انه شو عجب انتم اغضيتوا النظر. احنا ابدا ما نغض نظر على مثل هكذا مقاطع، بالعكس اهل المدينه انا اقول هدف الاساسي هو توعيه الناس. احنا انا عندي الهدف المجتمع اكثر من الحكومات، حكومات تروح وتجي بالضغط عليها ممكن تاثر عليها، لكن المجتمع بناء المجتمع انا عندي هو هذا الهدف الاساسي في اهل المدينه. موضوع هذا الموضوع بالذات احنا مر عليه 3 ايام 4، كنت دائما اقول من يتاجل الموضوع نفسيا اقول عسى ولعل يكون هناك بحل، اكو جهه تتحرك، لكن للاسف مر مرور الكرام حتى على الشرطه المجتمعيه اللي الناس ناجدتها ان يكون هناك تدخل من قبلها. بشكل عام انا اول شيء اطلب من الناس، احنا هسه خفينا وجه الطفل، اتمنى من الناس من تنشر مثل هكذا مقاطع اذا صارت مقاطع لان هي طبيعه تصير عندنا في بلدنا، اخفاء صوره الطفل، الطفل ما له ذنب، هذا المقطع يبقى تدرون على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب مدى العمر، هذا الطفل من يكبر راح يكون في موقف حرج وصعب، فاتمنى نفسيا طبعا اتمنى من الجميع لما ينشرون مثل هكذا، والنشر مهم حتى يوصل للجهات المعنيه، حتى يكون هناك تاثير، حتى يكون هناك راي عام، اخفاء صوره اي طفل يظهر، هاي اولا. ثانيا رح نحكي احنا على الموضوع اللي جاي يصير، ما الذي يحدث في هذا البلد؟ قبل سابقا اللي يشرب اهله ما يدرون به، يعني زوجته ممكن تعرف بس به وما تريد انه اولادها يدرون به، وتعتبر هذا الشيء صعب، يعني الداري سامعينها من اجدادنا وابائنا، الدار الموقف من يجي الاولاد نايمين ما يحسون بابوهم، حتى الاب نفسه يشعر بالخجل اذا فد يوم اولاده عرفوا. ليش هسه صايرين احنا نسوي الفعل المشين وانا تفاخر به؟ انا احكي بكل هسه بكل يمكن عصبيه والم وقهر، ليصرنا احنا يعني اذا بليتم فاستتروا يا جماعه، الستر حلو، انت جاي تسوي شيء يغضب رب العالمين والمجتمع والاهل والقرايب والدي وكل شيء، ليش جاي تفضح؟ ليش صاير اكو فخر انه انت تشرب؟ ليش صاير انه الموضوع الرجوله بموضوع الشرب والتفاخر به؟ يا اخي الستر حلو، طيب ليش تخلون هاي؟ انا يعني ما ضد انه يكون هناك يعني لكن اماكن مخصصه، لكن يبدو انه الاماكن المخصصه هي افضل بكثير حتى يكونون بعيدين عن العائله. الطفل شو عليه؟ انتوا جاي تقعدون في قعداتكم، هاي اكثر من مره في اهل المدينه احنا عرضنا حالات انه يكون الطفل وياكم، هذا الطفل طبعا واضح انه هو مو اول مره، اكثر من مره، لانه يعني نعتذر عن بعض الالفاظ يقول انه انا اتقيأ، بمعنى انه هو شارب ومتعلم، يا اخي صحيا هسه خاف عليه، عفونا من القيم الدينيه والاجتماعيه وعادات كلها عفوها على صفحه، يا اخي صحيا خاف على ابنك الكبد والكليتين وجهاز الهضمي وجهاز التنفسي ودمه، كل هذه أمور تؤثر عليه، العتب كل العتب على أهله، عمام وخوال وأم وأهل وجيران، لازم كلنا نقول هذا غلط والمفروض أنه هذا يحاسب، هذا في غير بلد يسحب الطفل ويتم إيداع هذا الأب، لأن هذا غير لا يؤتمن على أطفاله، شلون إحنا نقدر نأمن أطفالنا بيد أب مستهتر مثل هذا؟ للأسف إحنا هذه المقاطع بدأت تزيد، هذه الحالة ما أصبحت للتفاخر للتباهي للضحك للسخرية، مع كل الأسف أتمنى أنه مثل هكذا مقطع لا يمر مرور الكرام، على الجهات المعنية التدخل ووضع حد، يعني حتى منظمات المجتمع المدني حتى القوانين الطفولة تنتهك بشكل كبير. إن شاء الله يكون هناك متابعة من قبل الجهات المعنية، وأنا أقول لكم أنه إحنا أخرنا، كنا نتأمل أن يكون هناك رد من قبل الجهات المعنية لكن للأسف دون رد، يا رب يكون هناك قانون رادع مثل هكذا أمور تحصل في مجتمعنا وهي ما تشبه مجتمعنا للأسف. الله يساعد هذا الطفل والأطفال البقية اللي يمكن ما يتم تصويرهم ويتم إرغامهم على فعل أشياء هي ليست من عمرهم وليست من يعني من حتى من عادات مجتمعنا العراقي. بالضبط طيب. تشوفين هسه بعد سنة سنتين هو همين يقوم يخلي هاي الشغلات ويصير عادي بالبيت يشرب ولا كأنما، وهو اللي يعني أهله هم اللي مصوريه وناشرين بدون أنه ما مغطين وجهه. إذا نعوف هذا الموضوع اللي إن شاء الله يا رب يتعالج من قبل يعني الجهات المعنية، ونروح على البنزين، أزمة البنزين اللي ما راح تخلص وكل يوم محافظة شكل تعاني منها.
طبعا بلشت تكون ايضا عبء على المواطن، وهذه مثل ما تشوفون الكل لازم طوابير طويله قدام المحطات، والله شنو حتى يحصل على كم لتره من البنزين. هالازمه سجلتها بغداد واغلب المحافظات العراقيه، والمواطنين يحملون وزاره النفط مسؤوليه تفاقم هذه الازمه اللي بلشت تمتد لكل المحافظات. وايضا احنا نعرف انه ما راح تنحل كل يوميه، تشكل محافظه أزمة شكل، يعني لا كهرباء ولا مي ولا حتى وقود. لك الله يا المواطن العراقي. مثل خلينا نشوف الفيديو ونرجع لكم. سراب بنزين هذا الموضوع بات مضحك، انه في بلد النفط يكون هناك عندنا ازمه بالبنزين مفتعله انا اسميها، لانه شنو عندنا المشكله؟ احنا عندنا بلد نفط جاي يصدرون بشكل هائل وكبير، وعندنا احنا يعني احنا هسه حاليا حتى الناس حاسدتنا على الخالي بلاش، في حين انه احنا المفروض يكون ما عندنا ازمه بالوقود، احنا الوقود اسهل شيء عندنا. اللي صار انه هناك ما اعرف شنو اللي ببالكم، اكو شيء وزارة النفط والجهات المعنية الأخرى هي ما أعرف شنو الهدف منها، هل هو تعطيل المواطن وبقاء في طوابير ينتظر؟ تدرون الناس تبات يعني مع ارتفاع درجات الحرارة مع الغبار اللي بعد يومين الناس تبات في محطات الوقود حتى تتزود بكم لتر من البنزين اللي هم يقولون أغلبها حتى مغشوش. هذا موضوع يحتاج إلى متابعة حقيقية من الجهات المعنية وتحديد الموضوع، يعني الموضوع مو في محافظة معينة حتى نقول عليها ضغط، كانت الحجة بالموصل عليها ضغط، كركوك والله هي ممر لكل المحافظات ويعبرون عليها ويأخذون من عندها، وصارت على الكوبون وما نجحت القضية. حاليا في كل مكان يعني تروح للناصرية تروح البابل تروح هناك أزمة كبيرة وارتفاع ملحوظ بأسعار الوقود. إحنا كأنما جاي نجيب نفط من برا، مو إحنا عندنا النفط ونصدره. هذا الموضوع يحتاج إلى رد حاسم من قبل وزارة النفط ومتابعة حقيقية من قبل حتى الحكومات المحلية بالتعاون مع المركزية لإنهاء هذه الأزمة اللي أنا أقول عيب نحكي بيها. ما حد يصدق أنه هذه الطوابير في بلد نمشي جواه، إحنا وين ما نمشي أي خطوة جوانا ترى نفط. بقية المواضيع إن شاء الله نكملها باكر، هذا كل ما كان عندنا اليوم في أهل المدينة. نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام، على وطن سالم ومعافى ومنتصر. في ملا شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.